يا اخي كذا والله اني دامك تطيح والله والله انا طحت في حيط. رمضان يا حبيب رمضان. اوه انا صغير الحمد لله على السلامة. انا الزبانة واحد. والله انت مقامك الله يعطيك العافية. السلام عليكم، جبتكم مقطع جديد اليوم، جايبكم ماب عربي، واليوم معي ريان او ريان. اخبار ريان؟ الحمد لله بخير. طبعا اليوم جايب لكم ماب يا شباب، اللي انت اصغر هم كبيرين، ما ادري كيف اصغر يا عيال ذا واحد يفهم عربي تكفون. الاجسام صغيره، الماب كبير. اسم الماب ذا جاينت ماب، الماب العملاق. يو هاف 10 ديفرنت جاينت ليفل. اوكي في 10 مابات او 10 ليفلات، معليش 10 ليفلات. فبسم الله ليفل 1 ليتس جو. شوف الليفل منديل، ليفل منديل. لازم ناخذ منديل اللي بعده. تعال عندي. اوكي اوه شوف كيف طريقة هواية. اوبا المشكلة اشوفك تسويها راح تسويها غلط يا اخي غباء. والله فكرة حلوة والله. بدينا طير. وات؟ لا ما نحب الغش. لا تغش لا تغش لا تغش، انكب الغلط نسيها ترى. يب. اوكي من هنا كذا. اوكي كذا هلابي. انت شلون رقيت فوق هذه؟ كذا في العشب. ليش بيمدينا نرقى فوقها؟ متأكد؟ ايوه. اوه ديب والله رهيب. ما ادري ليش ذكرني في توم وجيري، تعرف ال ال يب اللي يكون في المطبخ. كنت بطيح عشان يب اللي في المطبخ. اوكي وصلنا خلصنا. دقيقة لا هذا انا بطيح. اوكي الحمد لله. انا ما اقدر اروح. ها؟ اصبر كذا. اها بس ما بدي ارقى فوق هذه، ليش؟ لا توقع كذا. وخر خلنا اعطيك خبراتي. شلون؟ تمشي على الطرف. ايوه هنا اقعد نقز ولف على جهه الكرسي هذا. او شيء اوقف انقز على الجهه دي. شوف في مساحه فاضيه شيء عندك. اوكي الو علقت. طب كيف ارجع انا؟ تكفى ما اقدر ارجع لك، انا قدمت. لا اوه خلصت ليفل 2 يا ساتر ينبوس. وخر دقيقة. يلا راح. اوكي خلصت الاولى. انا جايك انتظر. والله رهيب والله فكرته، يعني مو مستهلكة. يا ولد انت صغير والله ما اشوفك مع قدام ذيل. اي الماب ما مر. الماب ما مر. اقول لك الماب مرة كبير والله. ابغى تطيح. اوكي. ليتس جو. نجي هنا. الاخيره المشكله الاخيره. نجي كذا. اللي بعده. واللي بعدين هنا. بعدين ريان يموت. جبته وطحت. في طعم الفهاوة ما توقعت اني بوصل، فهمت؟ شف 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 شف. شفني؟ وينك؟ شف. لا لا تشوف. عايشين. لحد يجي. اجي اسويها انا كذا. يلا وريني. فهمت؟ يعني اهلين غباء، انت قاعد تدور على نفسك ليش؟ ولا حق الدوران. والله على حق التعب. اوكي. الحين جايك. اوه خذيت منديل. يا ساتر. ياس لو والله قهر يا عيال، اخر وحده باقي الاخيره يا عيال. الحمد لله. تكفى قل لي تيك وين. تكفى. ها هذا شلون هذه؟ اوه ماي جاد وصلت. دقيقه هذه. اوه يا ساتر. لازم انك ترجع جسمك على ورا، فهمت؟ بعدين تتقدم على قدام بسرعه. ايوه استفدت واجد. ايش قصدك انت؟ ترك تغلط. هذا مطعم مين هذا؟ انت انا نقصت على الطاوله على طول. الله عليك ذكي. الله يعطيك العافيه. اهلين دب. والله فله البركر اللي زي كذا يا اخي. والله فله. كيف زحلقت؟ والله عاد لا تسالني. الله تزحلق عشان اسالك. مو انا اللي ازحلق. تطعم. بغيت اودع الملاعب. دخلت بين الكنبتين. هذا كذا يعني؟ هذا وش هو؟ شلون سويتها؟ نطيت على فوق ولا ايش؟ نطيت ايوه بس. وبعدين؟
بعدين اطلع الكاتشب امشي سيده وانقذ الطالب. يا ساتر شلون وصلت انا؟ اوبا والله انت تروح اول الحين تفضل روح الطاوله قدامك. تك الطاوله؟ يب ما في اي شيء هنا، لازم تروح هنا. لا والله هنا صح يا غبي صح 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 بسر. على فوق يا ساتر يا ساتر. طيب وين نروح بعد؟ والله لو ما انت فتاة. اوه هنا منديل يقول لك تعال هنا. هنا الفوز، هنا الفوز. تكفى فين اروح عند البصلة؟ هنا هنا اذا تشوف هنا تقول وين اروح. ليفل 4 بسم الله. ليتس جو. هذا مرة فين؟ مكتب ولا وين؟ اوكي مصنع. بعدين نروح. طيب انت رقيت فوق فوق هذه صح؟ ايش اي اوكي والله لو اطيح ازعل. الحمد لله الحمد لله. بعدين سيده من هنا. يب يب يا رب يوصلني ويا رب الله ياخذ يا اخي. ليش الفلاي ذا ليش؟ اوكي الحين لو طلعنا فوق هذا الطايح عادي ولا نموت؟ والله شوف ترى المفروض ان كذا. اوه هذا اللي كنت بسويه. وين نروح وين نروح؟ اوه طيح على ذي العصا يا ساتر. جبته 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 جبته. صار من اليسار مو من اليمين. بعدين اروح المنديل إيه؟ هذا من اليسار مو من اليمين المنديل هذا. بعدين تروح هنا بعدين ترجع لهذا وتعطي حبه كذا وكذا خلاص قربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. الحمد لله الحمد لله. جايك جايك. بعدين حبه كذا يمين حبه شمال. والله يا طولنا مشكله ما بجيك بوينت. الحمد لله. اوف لا احسها صعب. لا تكفى والله انت شوف وين رحت. انا صدعت. الحمد لله وصلت. اصبر وين هذا؟ هذا على طول على قدام ولا يا رب يوصلني يا رب. الله اللي بعده فين اروح؟ اوكي منديل. المنديل يبين لك كل شيء. هذه المنديل الماب اللي قهرني فيه تشيك بوينت. غير كذا لا يا اخي ليش حرام عليك. ولا تشيك بوينت ولا تشيك بوينت. بسم الله بسم الله بسم الله. الله وصلت وصلت. دقيقة انا جاي الطريق سرير هذا المستشفيات. بعدين الله الله تكفى قل لي فوز. عرفت عرفت. يلا ما انتظرك ريان. والله وراي انت تستطيع اطعم القوة. ليفل 5 على الله طول يعني. طيب الله يعطيك العافية. ايش فيك ماسك الطبلون؟ على راسه اطلع. لا لا على كتفه. كتفي بعدين راسه. روح المنديل تحت. بعدين بعدين موت ولا؟ والله موت يعني. نط الله جبت 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 جبت. لازم على الكرتون هذا. رابي النظارة بعدها. هدي ارجع لازم ارجع. الله طيب اللي بعدها. انا ما يطلعني كتفه ليه؟ والله انا يطلعني داش. اوكي هنا ادوية. يا ساتر. اوه لازم اروح لهذا. بس ما اخذت المنديل. لازم اخذ كل المناديل توقع. توقع يب. الله انا خلصته بدون منديل. هلو الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما ابغى اصبر صح طريقنا اصلا. طيب بدل انه ما شو ياهو هذا جينا احنا طلع هنا. طيب هذا ليفل 6 طيب. يا غبي العكس 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 كذا. هنا تعال هنا هنا هنا. الله ياخذ ابليس. تطلع في الكاتشب تطلع في الكاتشب هذا. هلا بالبرجر والله شيت برجر. خذ الاكل. اوكي الحمد لله وصلت. اللي بعده واللي بعده واللي بعده. لازم على الكاتشب بعدين. هوب هذا تكل عن كل ولا والله. شوف شوف الفرايز. اتوقع انه يب يب اتوقع انه من فوق هذا فوق الكرسي لاخر شيء فهمت؟ ترقى من الكاتشب بعدين تنط نطه زي كذا بعدين تنط وتموت زي كذا. انا نطيت على فوق قبل شيء مسوي ذكي. طيب شوف الخطه ان جبنا العيد المفروض نطلع هنا. نطلع هنا متاكد؟ يب اي اطلع هنا. شوف اطلع تجري كذا. شوف الصحن تجري كذا. اوه حركات والله. اللي خليتني اموت قبل شوي الله يقطع ابليسك. بعدين على الكرسي هذا بعدين
على المنديل هذا وبعدين على الرف. لا والله امبوز لا تكفى. حلو في امبوز بعد ممتاز. يقول هناك اصبر سكويب. لا تكفى على فوق. لا يا القهر يا عيال قهر اقسم بالله. ولا كيف كيف شوف شوف انا رايح فين اراجع تاني. الله العظيم سوي حاجه ما يمدينا هذا. الله جبتها هنا. بعدين وين اروح؟ امشي على هذا؟ والله امشي كذا اوكي. قايله هنا بعدين. يا الله لازم اروح لهذه. اوف والله زبطه ربي زبطه. حلو هلا بالدبدوب. طيب كيف ارقى هنا؟ اتوقع لازم انط على هذه كذا بعدين اسوي كذا تكفى بعدين كذا بعدين هوب. اللي بعد وين؟ اوه هذا الرفت ريان. هذا الرفت قدامي ريان. جاهز؟ انا وراك. ما عندك جيت عندي يعني حبيت اوريك بس الفوز. ليفل 7 اوكي لازم هنا. اوه هذه كيف؟ هنا الطريق نفس الوقت. هل بيوصل؟ والله ما اتوقع يوصلني. لازم انط من فوق هذا الشيء. اوه على الطرف هذا. اوه هذا شوف على تعرف النيون؟ نيون اهلين. اوه هذه اتوقع انا بنططني فوق. يا اخي حرام عليك والله حرام عليك يا اخي. ليش اموت زي كذا؟ سويتها؟ ضربني يمين. والله بتطيح يا الله. انت لا تنقص احسن اتوقع كذا. والله جبتها. بعدين وعلى هذه روح هنا بعدين ارجع لهذه وارجع لهذه نط على هذه موت هنا وروح كذا. الله 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 الله. طيب هذه وين؟ اوه شوف الرفت هناك. حلو كذا ما طيرني. والله ليفل 8 ايزي الاولى. والله حلو يا اخي مع انه باركور يعني وبدون تشيك بوينت ذا بس والله حلو والله جد حلو. اتوقع كذا انا اوكي بعدين على هذا الشيء واعطى حبه كذا. انا اعطى حبه كذا. يا ساتر بعيد يا عيال ذا. والله نطت نطت نطه ثانيه من القمطه. اللي بعد وين؟ اوه يا عيال فين بوز حركات. لا اله الا الله شلون ناخذ هذا الشيء بدون ما نموت؟ هو اتوقع انه لازم نوصل بعد. شلون اذا خذيت البوز بعدها شلون؟ اتوقع انه حاطها فيك بس كيف اصلا؟ اوه يمديني امشي هنا تشوف؟ اي عشان هذه تحت. طيب امشي يعني دامك تجيك تمشي هنا دام الوضع كذا. لا الله مسكت هالريال. لا والله هي فهمت لحظة اتوقع انك تنزل على الثانية اتوقع بس كيف ما ادري يا عيال. والله الامبوز ما عرفنا هل نسويها بالغش ولا ايش؟ جد يعني ما في اي حل لها يعني ان نروح من طريق ونجي من طريق. اتوقع انه بيعتبر غش انه مسوين هذا الشيء لكن بنفس الوقت يعني ما اشوف لها حل حرفيا. شوف كم قاعدين فيها وما لقينا اي حل. فشكلنا الحين بنسوي الفلاي حركة الفلاي مع انها محطوطة بالغلط من صاحب الماب. بكلمه طبعا بقول له شيلها واقول له وش وضع هذا الليفل بنفس الوقت. روح الليفت يمكن بدون شيء. شو ما يمديني حتى لو مت بيروح مني اللي يسمونه الامبوز. انا اقول شوف انا اقول ناخذها بالغش ونكلم صاحب الماب نقول المع اذا راح يلد. والله حرفيا ما في اي حل. مشكله ما لها فايده الا لها فايده قدام. انا بكمل بدون غش بس هذا الامبوز لازم اخذها بغش لازم. ما في حل ما في حل اني اروح يسار ولا شيء. ايزي ما في الا الامبوز صعبه بس. دقيقه روح. طيب ان شاء الله اموت انا. اوكي ها شبت انا. اوكي خلصنا ليفل 9 باقي ليفلين. يلا هذا اخر ليفلين. من هنا من هنا يا قلبي من هنا. انا مسوي تحريات. ما يمديك لازم تروح اللي تحت. ما لازم تسوي الحركه هذه. نط على اليمين. شفت اليمين؟ اصبر. الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب. اللي بعدها وانا اروح هنا اروح على هذه. اها كذا مشكلة. والله على طول كذا على بالي انه مو وصلني. اخيرا اللي بعده قلنا لازم نكون على فوق هذه بعدين كذا. تكفى اي يا شيخ. اوكي اللي بعدها لازم نروح على هذه بعدين العلب بعدين هنا بعدين العلب الاولى بعدين العلب الثانية.
بس كيف نرقى فوق؟ النكبة هنا على الطرف اتوقع نروح الجهة الثي الخضرة صح؟ روح طبق فار تجارب تفضل طلع لا مو بكذا الله يعطيك العافية اقصد من تحت هذه بس كيف نرقى لها؟ يا شباب اللي تابع المقطع انا اعتذر بس لازم ان نغش مره ثانيه بكلم صاحب الماب بقول له ايش السالفه زي كذا بس انه ما يكلم الحين بكلمه بعد ما اخلص الماب ان انا والله قعدت ساعه كامله على الماب 10 دقائق وتونا في الليفل التاسع باقي الليفل 10 الله يعين لان نغش مره ثالثه سوينا كل الحلول اوكي نطينا ما وصلني نطينا هنا هذه الرفوف ما تستخدم نطينا من هنا للاخضر ما يمديك نطينا من هناك الى الشيء هذا والى المزهريه ما يمديك بسم الله جرب الحين هذه شوفوا كيف هذه مسدودة ما يوصلني اي شيء عشان ابين لكم يعني فبيجون الناس بيقولون ليش تغش وانت قاعد تلعب ماب وانت تصور لو اغش خلصت الماب في 10 دقائق في ربع ساعة 10 ليفلات يمديني اختصر اما طيران كله لكن ما بخرب هذا الشيء لان متعة المقطع ما بات ان تلعبها وتسويها وكيف تحلها وين تروح زي كذا لكن هالماب صار فيه مشاكل صراحة فلازم اني اغش عشان ارقى فوق هنا لازم نرقى هنا طاولة بعدين هذا الشيء بعدين هذا الشيء فلو بنروح من هنا ما يمدينا انا جربت قبل شوي معكم هنا يقول لك المندير تعال هنا عشان تاخذ هذا البلوك بس ما يمديك كيف شو المسافة هذه راقع على فوق فما يمديك ابدا روح على ليفل 10 اخر ليفل الو مبارطور كذا السواح صبر جبتها كذا ترى ترى الهواء فوق مو بلازم انك ايوه يب عرفت كانت هذه وين يا ساتر وين اروح كرسي هذا يا رب يوصلنا كوم اون مان خلاص تعبنا هذا توقع على فوق لا لا ابشرك مو على الكرسي ما بقى على الكرسي القم يا شيخ الهادي على طول هنا ولا ايش اما طحت انا هنا حلو انت جيت طيب تتوقع الحين ها لا والله انه طيرني يا عيال بالغلط والله داري الحين لو نطيت من هذه الى هذه توقع يوصل من الاحمر هناك ايه ما يوصل صح الروح يوصل ولا لا لا ما يوصل يزحلق طيب انا اقول لو رحنا كذا كم ما يوصلني قبل شوية طيب انا اشفين اوكي اسمع في وردة كذابة ترى ها يعني كأنه ما في وردة ان شاء الله فهمت يب يب يعني مو بمجسم ايه باش جبريل الله ياخذ بليس اوكي اوكي الى الكرسي هنا حلو يا ساتر الله بعيد شوي ان شاء الله نجيبه لا يا شيخ لا تكفى تكفى اوه اخيرا اخيرا يا شيخ خلص الماب تكفى جيجي يلا هيا مدور انا لسه باقي احفر والله موتاتك 109 يا ساتر بس خلصنا بس خلصنا والله شوف كيف التشست بس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله المقطع يعجبكم يا ليت ما تنسون زر اللايك بكلم صاحب الماب بقول له عن الاشياء اللي صارت لنا او بيشوف المقطع يعني فعموما بخليه يضبط الماب قبل ما تلعبونه انتوا اذا بتلعبونه رابط في الديسكربشن يعطيكم العافيه جميعا على كل شيء قناه ريان في الديسكربشن قناه ريان انا بموت تبغى شيء يلا اخر اخر عندي قناه ريان في الديسكربشن اللي بيموت يلا ما يفجر يقول لي نو خايف علي الله ما اخاف عليك ذا شيء يعطيكم العافيه شكرا لكل من سب شكرا لكل من اشترك لايكاتكم قاعد تفرق معي مره خلاص قربنا على 50000 يعطيكم العافيه على كل شيء اشوفكم على خير.